نروح إلى النوع الثاني من أنواع البريك اللي هو الباند بريك. طبعا من التسمية باند، شنو معنى باند؟ الباند اللي هو شو نقول، حبل، روب، سلك أو أي شيء بهالمعنى، يعني حزام نقدر أيضا. هذا النوع من البريك عادة عدي، خلي ناخذ أول مرة النوع الأول بعدين حتى يكون الشرح أوضح. بعد الباند بريك رح ناخذه أيضا على نوعيتين، سيمبل باند بريك والنوع الثاني اللي هو الديفرنشيال باند بريك. نجي بالنسبة للسيمبل باند بريك، الأجزاء اللي يتكون من عدة سيمبل باند بريك. سيمبل باند بريك هو عبارة عن أيضا هذا جزء الدوران، يعني هذا فد شيء حتمي لازم يكون، لأنه إحنا أصلاً نولد بريك حتى نوقف الجزء يدور. بس البريك مالنا هو الآتي، اللي هو عندي ذراع بطول معين مثبت بنقطة ارتكاز، وعندنا ما يسمى بالباند أو البيلت يحيط بالدرام. أحد أطراف هذا البيلت مثبتة بنقطة الارتكاز، والجزء الآخر من الباند مثبت على الذراع اللي هي نقطة أي. فصار عندنا شنو؟ صار عندي هذا البريك بحيث من أجي أولد قوة مقدارها فيه أسحب الذراع إلى الأعلى، اللي راح يصير شنو؟ راح يصير عندي في التنشن بالباند. هذا التنشن هو اللي راح يضغط على الجزء الدوار ويؤدي الى انه يتوقف، هذا يولد قوة احتكار، يعني قوة احتكار، ويؤدي الى انه يتوقف. هذا الباند طبعا يكون على السطح مالته، او نستخدم باند اللي يكون معامل الاحتكاك مالته عالي في سبيل حتى الفريكشن اللي راح يتولد بين البيلت وبين الحزام وبين الجزء الدوار، يكفي انه يولد قوة احتكاك عالية في سبيل حتى يتوقف هذا الجزء. إذن الاجزاء مالته ذراع مثبت بنقطة ارتكاز، وعندنا الباند أحد أجزاء أو الطرف من عنده يجب أنه يكون مثبت بنقطة الارتكاز، والطرف الثاني بمسافة أي عن نقطة الارتكاز. أي شكل آخر، يعني نشوف بريك على سبيل المثال هذا الطرف أو أحد الأطراف مو بنقطة الارتكاز، ما أسميه بسيمبل باند. حتى أسميه سيمبل باند لازم عندي يكون واحدة من الأطراف بنقطة الارتكاز، هذا شرط حتى يسمى ويعمل البريك سيمبل باند بريك. هنا نشوف هاي زاوية، زاوية ثيتا. زاوية ثيتا هي الانجل اوف كونتاكت. مثل ما نعرف الانجل اوف كونتاكت هي انه شقد باند يحيط بالجزء الدوار، أو شقد زاوية تشكل الإحاطة للباند للجزء الدوار. فهنا نشوفه كأنه إذا قلنا يدخل من هذه النقطة ويخرج من هذه النقطة، فإذا هذا كله هو الإحاطة، وسميناه بالأنجل أوف لاب اللي هي الثيتا. R هو نصف قطر ال الدرام أو الجزء الدوار. نتيجة لتسليطنا هذه القوة P اللي راح يصير مثل ما قلنا أنه هذا الجزء راح ينسحب فيصير P tension. هنا أنا أيضا حسب اتجاه الدوار، يا جزء يكون T1 يا جزء يكون T2، ده يعمل هسه هذا الشكل، وكأنه عندي شنو، منظومة بيلت.
منظومة بيرت إذا تتذكرون قلنا كوتايد سايد وكسلاك سايد. هنا أنا بالضبط هذا هو اللي بيصير عندي. هنا أنا من سحبنا هذا الجزء وعندي دوران مع عقرب الساعة، فإذا هذا وكأنه دا أسحب البيلت أو الباند إلى الأسفل وكأنه دا أسوي بي تينشن عالي، فهذا هو التي ودا أذب يعني على حسب اتجاهه. شوف هنا هذا وكأنه دا ينطي كل الزيادة دا يذبها هنا، فهذا شرح يكون هو التي. ننتبه هنا أخوان رجال، ده شوف هنا هو من حاط الأسهم مع الاتجاه، حاط سهم إلى الأسفل وسهم إلى الأعلى وحاطهن T1، سهم إلى الأسفل سهم إلى الأعلى حاط T2. نجي هنا هسه احنا قلنا احنا ما يهمنا القوى اللي تشكل عندي على الجزء الدوار، أنا اللي يهمني هي القوى اللي شنو المؤثرة على البريك. يعني البريك مالتي هو هذا الجزء. فإذا ايش راح أسوي؟ راح أجي وكأنه أقطع هذا الشكل، فيبقى راح يصير عندي وكأنه هذا ذراع عليه هذه القوة، القوة اللي أولدها، وعندي بنقطة أي تينشن إلى الأعلى سميتها T1، وعندي بنقطة O تنشن الى تنشن الى الاسفل سميتها T1، وعندي تنشن الى الاسفل سميتها T2، وهذا البقيه وكانه امسح الجزء السفلي. لان هذا ما يهمني، احنا دا ندرس بريك، نريد نحسب البريكنج تورك على يمن اللي هو اولده على البريك اللي انا مسويه. فصارت عندي وكانه عندي P بنقطه تبعد عن نقطة ارتكاز O، عندي T1 تجاهها إلى الأسفل تبعد عن نقطة ارتكاز A، وعندي T2 تجاهها إلى الأسفل وهي بنقطة الارتكاز. أهلا أنا عفوا اللي هو تعريف ل T1 و T2 والR لميوكوف وشتو فريكشن. هنا أنا إذا أخذنا thickness مال الباند بنظر الاعتبار مثل ما بيناها بمحاضرة سابقة، الإفكتيف راديوس بهالحالة إيش راح يصير؟ الإفكتيف دائم عفوا يكون R زائدا T على 2 اللي هو نصف القطر مالتن جزء الدوار، نضيف له نص الثيكنس، فهذا نسميه بالإفكتيف راديوس. ال هو طول الذراع، ال P هي القوة اللي نأثر راح نأثرها. شوف هنا أنا قلنا أنه هذا النوع بيشتغل وكأنه عندي بيلت درايف، لذلك شوف هنا أنا استخدمت نفس العلاقة اللي استخدمتها بالبيلت درايف، T1 على T2 تساوي لي E أس ميو ثيتا، والثيتا هي قلنا الانجل اوف كونتاكت اللي هي هاي الزاوية. فاذا من اجي احسب البريكنج تورك في هذه الحالة، عادة البريكنج تورك اللي هي راح تكون على الجزء الدوار هي T1 minus T2 مضروبة في الـ R. خلنا نفرض هذا نفس الجزء. شنو التورك اللي موجود عندي على البولي اللي أخذناه سابقا إذا تذكرون؟ قلنا هو T1 ناقصا T2 مضروبة في نصف قطر البولي. هذا شنو؟ إذا ما أخذنا الثيكنس بنظر الاعتبار. بس من ناخذ الثيكنس بنظر الاعتبار، فT1 minus T2 مضروبة في R effective هي معناتها R نص القطر زائدا الثيكنس على 2 ينطيني الـ R E. هذا بالنسبة
في حالة من يكون عندنا الدوران مع عقرب الساعة. شنو اللي يتغير عندي من يكون الدوران عندي عكس عقرب الساعة؟ من يصير عندي الدوران عكس عقرب الساعة وجيت سلطت قوة فيه، راح يصير عندي هنا تنشن، و يعني على الطرفين راح يصير عندي تنشن في هذه الحالة حسب اتجاه الدوران. هنا وكأنه دا أسحب هذا البيلت وأتركه بهذه النقطة. فإذا هنا تي وين راح يصير، والتي تو هنا التايت سايد، وهنا راح يكون عندي السلاك سايد. فنفس العملية، شوف هنا أنا حاطة أيضا باتجاهين ليش نأخذها كمنظومة كاملة، بس إحنا اللي يهمنا أنه الريد على القوة المؤثرة على الذراع اللي يولد البريك. فعدي P إلى الأعلى، عدي T2 هنا راح تصير إلى الأسفل، وعدي T1 هنا إلى الأسفل. مثل ما نوصل إلى أيضا نفس العملية، أنه راح ناخذ عزم حول نقطة O، فراح يكون P في L يساوي لي T2 في أي عفوا. إحنا اللي نحتاجه بهذا النوع من البريك، راح تشوفون إحنا قلنا راح نتعامل وياه كمعاملة وكأنه بيلت درايف، حتى أحتاج هنا في سبيل حتى مثل ما قلنا نحسب البريكنج تورك اللي هو T1 minus D2 مضروبة في R. إذا أحتاج أوجد T1، أحتاج أوجد T2 في سبيل حتى أقدر أوجد البريكنج تورك. من أوجد T1 وT2، T1 وT2 ممكن أن أوجدها من العلاقة اللي هو مثل ما قلنا T1 على T2 E أس ميو ثيتا، وممكن أنه أجي أخذ عزم حول نقطة O و أوجد T2 أو T1 حسب اتجاه الدوران، أو أي معادلة أخرى من معادلات البيلت ممكن أنه أستخدمها في سبيل حتى أوجد T1 وT2، ومن عدها نقدر نوجد البريكنج تورك اللي نحتاج. هذا بالنسبة للنوع الأول اللي هو الباند بريك، سمبل باند بريك. ملاحظة هنا أخوان، شوف بموضوع البريك سنجي أيضا بالأمثلة. بموضوع البريك دائما أستخدم هنا يعني من أجي أقول أي على سبيل المثال، أي هو كأخذها كبعد عمودي، يعني أي على سبيل المثال هي مايلة تجين هنا بزاوية، ما أجي أحلل هذه الزاوية إلى مركبتين أفقية وعمودية وساين وكوساين وإلى آخره، لا، وإنما أجي أخذ شقد بعد عمودي عن، فبذلك أستغني. إذا أخذت البعد العمودي راح أستغني أنه شلون يكون اتجاه القوة، هل هو مائل أو هو عمودي إلى آخره. فأما أخذ أحلل قوة أو أخذ بعد عمودي، إذا أخذت بعد عمودي فاستغناني عنه هذه القوة أحللها إلى مركبتين. فكل الأسئلة اللي راح نشوفها تقريبا أغلبها أنه أنا ما عندي تحليل للقوة وإنما عندي بعد عمودي، أخلص من هذه الحالة.